هبدأ بحاجة بسيطة جدا زي موضوع الفيروس اللي تحدثتم عنه وقوائم الانتظار على كمثال في مجال الصحة. يعني احنا بنتكلم عليها دلوقتي كتاريخ يعني مسألة تجاوزناها، رغم ان هي في الوقت اللي احنا قبل ما نتحرك لمواجهتها كانت من اكبر الازمات اللي بتقابلنا على المستوى الصحي في مصر. مش بس التأثير الصحي، ده ايضا التأثير النفسي اللي كان بينجم عنها. لكن احنا مجرد ما لقينا ان في فرصة لعلاج لهذا الفيروس اللي احنا كنا بنبحث خلال سنوات طويلة جدا قبل اكتشاف هذا العلاج، اتحركنا، الدولة اتحركت واستفادت من العلاج اللي توفر في الوقت دوت، وعملت يعني حملة قومية، عملت مسح كامل للدولة المصرية عشان تشوف المستوى الصحي بصفة عامة. احنا عملنا مسح للسمنة، لأمراض الضغط والسكر، بمناسبة ان احنا بنعالج الفيروس سي. وبالتالي بعد ما عملنا ده بقى عندنا بيانات ضخمة جدا للحالة الصحية في مصر، ساهمت بعد كده ان احنا نبني عليها مسار اكثر تقدما مما كنا عليه. وخرجنا من أزمة الفيروس سي بدولة بعد ما كانت من اكثر دول العالم يعني مصابة بالفيروس سي الى دولة بفضل الله سبحانه وتعالى خالية من الفيروس سي.